من مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية نلتقي اليوم في ندوة بعنوان أي آفاق لحل الأزمة السياسية بتونس، وباسمي المركز وباسم رئيس المركز السيد رفيق عبد السلام يقرئكم بطبيعة الحال السلام للسادة الحضور الكرام، السيد الوزير الأسبق رضا بالحاج نائب الرئيس، السيد عصام الشابي رئيس الحزب الجمهوري، السيد رئيس الحكومة الأسبق السيد علي العريض، ويعني يعتذر يقدم اعتذاره لتعذري للحضور لالتزام وطني. يعني نبدأ هذه الندوة ونؤسسها بحضور السادة الكرام، وأنا بدوري أرحب بكم وأعرض هذه المسألة التي تتعلق بآفاق الحلول التي يمكن أن يتطرق إليها المحاورون اليوم أمام وضع شائك ووضع يعني وضع تأزم بالشكل الذي جعل الأفاق تنسد في مسألة التحاور. نبحث اليوم عن حلول ممكنة في قراءات سيتقدم بها السادة الحضور كل حسب وجهة نظره وحسب تطرقه بطبيعة الحال. وأمرر الكلمة إلى السيد عصام الشابي رئيس الحزب الجمهوري الذي سيتدخل بمداخلة بعنوان حظوظ نجاح الحوار الوطني الثاني لحل الأزمة السياسية. يتفضل. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على تنظيم هذه الندوة وعلى العودة للمساهمة فيها. يعني ما طلب مني أن أتدخل في محور ما هي حظوظ نجاح مؤتمر الحوار الوطني الثاني، يعني في البداية أود أن نقف ولو في كلمات قليلة حول دواعي انعقاد هذا المؤتمر، حول ضرورة انعقاد هذا المؤتمر، ما هي الدوافع إلى ذلك. الكل يعلم ولا فائدة في إعادة تشخيص الوضع في البلاد أن تونس تمر بأزمة غير مسبوقة متعددة الأبعاد، لكن هناك منحة من مناحي الحياة ولا وجه من أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلا وهناك تنازع حوله وصل إلى حد الأزمة والبحث على حلول استثنائية لوضع استثنائي. وأكتفي ربما بالإشارة إلى أننا اليوم تونس كل يعرفوا بأننا نواجه من الدول القلائل في العالم نواجه جائحة صحية غير مسبوقة، أزمة صحية جاءت لتنضاف إلى أزمة اقتصادية ومالية ووضع اجتماعي متوتر وانسداد بل تعطل العلاقة والتواصل بين مؤسسات الدولة. اليوم تونس تواجه في الأوضاع الصعبة هذه دون أن يكون هناك استقرار في مؤسسات الدولة ولا حتى تواصل أن الدولة قوتها في أن تكون دولة واحدة بمؤسسات مختلفة متكاملة كل واحد ينهض بالدور متاعه في إطار صلاحياته الدستورية لكن وفق سياسة دولة تونسية. اللي وصلنا له اليوم هو معناها من شعرف آخر تاريخ التقى فيه رئيس الجمهورية برئيس الحكومة يعود إلى أسابيع حتى لا أقول إلى أشهر، وكذلك بالنسبة لرئيس البرلمان. و هذا ما يدفع اليوم إلى ضرورة البحث على حل وطني ينقذ البلاد من الوضعية اللي هي فيها. والحلول دائما تبدأ صعبة والطريق إليها يبدأ صعب والعقبات موجودة أمامه، ودورنا أن نحاول إذا كان كنا مقتنعين بأن بلادنا في حاجة أكيدة إلى الخروج من هذه الأزمة، لأن اليوم ندفع في ثمن اللاحوار والفاتورة باهظة وكل يوم يمر كل يوم كل أسبوع يمر إلا ويكون الثمن أرفع مما كان في السابق، ونضطر ربما للقبول بحلول صعبة لم نكن نرتضيها في أسابيع وأشهر ماضية. يعني ضرورة التعجيل بالحوار الوطني، الحوار الوطني ليس طرفا فكريا أو سياسيا بل أعتقد أنه حاجة وطنية ملحة. صحيح الأوضاع اللي وصلنا للبلاد هناك
مسؤوليات، هناك مسؤولين عما وصلت إليه الأوضاع في بلادنا. في اعتقادي هو نتيجة لإخفاق السياسات والحكومات المتعاقبة على تونس منذ الثورة إلى اليوم. كنا في البداية نتفهم الصعوبات في السنة الأولى أو الثانية للثورة، وفي تداعيات الثورة، وفي كلفة الثورة، وفي كلفة إنجاح الانتقال الديمقراطي. أما أن يستمر الإخفاق طيلة هذه السنوات يعني أن هناك غياب لرؤية لتونس الجديدة، رؤية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، رؤية لتطوير حياة التونسيين، لضمان العيش الكريم للتونسيين، وبالتالي لرؤية لخلق ثروة وطنية تتيح للتونسيين العيش بكرامة، وإيجابه أن تحقق جزء من طمحهم ومطالبهم اللي ثاروا من أجلها واللي قاموا تضحيات كبيرة من أجل أن يفتحوا أفق جديدة. واعتقدنا وهو صحيح أن الثورة فتحت أفق جديد أمام التونسيين، لكن اليوم وصلنا إلى مرحلة أن الأزمة هذه تكرهنا مرة أخرى يعني على البحث على حلول للتدارك للإنقاذ، لأنه وقت اللي يولي وضع في البلاد فيه عدم استقرار حكومي، نحكي بعد الانتخابات الأخيرة حتى لا أعود إلى فترة ماضية، منذ الانتخابات الأخيرة اليوم فما هناك محاولة فاشلة في تكوين حكومة، ثم حكومة لم تعمر طويلا وأسقطت، ثم رئيس حكومة قدم استقالته، وتكوين حكومة جديدة وهي الحكومة الحالية في مناخ وفي مسار غير مسبوق، يعني ولدت في جهة وتم تبنيها وصار تحور جيني لمسار الحكومة هذه، ولم تعمر طويلا حتى لين أصبحت اليوم الحكومة متاعنا حكومة تواجه في الصعوبات هذه اللي كنت نحكي عليها واللي تعرفوها الكل، بتقريبا حكومة معناها منقوصة من عدد هام من الوزراء، تخدم بنصف طاقتها الممكن، يعني احنا حكومة كاملة، حكومة قوية، وإن شاء الله نقوله تقدر على النهوض بدورها. اليوم الحكومة التونسية نتيجة هذا الصراع المدمر اللي تم بين القائمين على الدولة التونسية واللي تم انتخابهم من التونسيين ولا أحد يشكك في ذلك من أجل إدارة الدولة وإدارة الشأن العام، مش تدمير الدولة أو أن يصبح الصراع على النفوذ، ومعركة كل طرف لبس نفوذه هي أهم من معركة التونسيين ضد الفقر وضد البطالة وضد التهميش ومن أجل الحق في الحياة الكريمة. واختلي بلادنا تولي فيها عدم استقرار حكومي، ولا أطيل لهنا، واختلي بلادنا تبدأ فيها أوضاع اقتصادية وين كل تونسي يعتقد ووطني اليوم يدعو الله أن ينجح الوفد الحكومي في الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي اللي كنا رافضينها. فهم تدهور الوضع وين وصل، والأزمة هذه اللي قاعدة تتعمق، ولا مش ممكن حتى كان عندنا اعتراض مبدئي وعلى التوجه والمديونية هذه المتزايدة في بلادنا، اليوم الوضع يدفع بنا إلى أننا نبحث على دعم صندوق النقد الدولي، ونتمنى الوفد الحكومي أن يوفق في ذلك. أزمة مالية غير مسبوقة، ميزانية الدولة اليوم ينقصها تقريبا 18 ألف مليار من المليمات التونسية، نبحث على التداين، فهناك التزامات وشروط مجحفة صندوق النقد الدولي طلبنا بها تحت عنوان الإصلاحات، وهذا موضوع وربما نتعرضوا له فيما بعد، يعني يخلينا أننا اليوم هذا الوضع الاقتصادي والوضع المالي صعب والوضع الاجتماعي المتوتر، وإحنا في جانفي الماضي عشنا التوترات، والتوترات هذه ربما يعني تخفض ثم تقوى في أحيان أخرى، وأمام احتمال اتخاذ إجراءات موجعة للطبقات الضعيفة والمتوسطة واحتمال أن ينعكس ذلك على الاستقرار الاجتماعي، ما يبقى أمامنا إلا أن نعمل واجبنا الوطني على توفير الاستقرار الحكومي وتوفير الاستقرار البرلماني وإعطاء دعم لرئاسة الجمهورية لكي تقوم بدورها وتنهض بدورها كقيادة للسفينة التونسية، وأن نوفر لبلادنا استقرار سياسي واجتماعي يمكن أي حكومة بقطع النظر على أي حكومة وطنية من أن المناخ الحد الأدنى حتى تنجم تطبق بعض السياسات لإيقاف النزيف ووضع حد للتدهور ومباشرة الإصلاحات التي تأخرنا في القيام بها. يعني هذا الحاجة للحوار الوطني، كل ما تعقد المشهد يعني وكل ما كان هناك صعوبة أمام عقد مثل هذا الحوار اللي يدعي له عقلاء البلاد
وخليني نحيي هنا تو نرجع بعد الاتحاد العام التونسي للشغل الذي صاحب أهم مبادرة والمبادرة تقريبا الوحيدة المتكاملة اليوم في البلاد للدعوة إلى حوار وطني، يعني تخليهم يصروا كل ما كل الأزمة هذه تزيد تتعمق إلا والحاجة للحوار مش تنتفي تتأكد أكثر، لأنه البديل عن الحوار هي الفوضى والعنف لا قدر الله، والتكلفة متاعه ريناها في دول شقيقة ولا نتمنى أن تحدث في تونس. يعني الحالة اللبنانية أو الحالة الليبية أو حالات دول أخرى بنحبش اللي وضحها ربما أصعب بكثير، راهي تجي في البداية بعجز الدولة ومؤسسة الدولة عن القيام بوظائفها وغياب الاستقرار المطلوب في قيادة البلاد، هذا يؤدي وغياب الحوار الوطني وانتفاء قواعد العيش المشترك بين المكونات السياسية والاجتماعية يخلي الانزلاق نحو أوضاع خطيرة يصبح أمر قائم، وهذا ما يخلينا نتمسك أكثر من أي وقت مضى، كل ما الأزمة تتعقد كل ما يكون موقفنا ومطالبتنا بالسعي إلى قيام الحوار الوطني هو المطلب اللي يقوم به كل وطني، كل إنسان متمسك بإعطاء تونس الفرصتها الحقيقية في تركيز وترسيخ الديمقراطية، ولكن أيضا في النهوض الاقتصادي وفي الاستقرار الاجتماعي. يعني قبل الحديث على حظوظ هذه الكلمة أنا هي اللي أربكتني، يعني حظوظ نجاح المؤتمر توجهها بعد، وكلمة المؤتمر مؤتمر حوار وطني الثاني، وهنا فما لابد من إشارة إلى أن عندنا حوار وطني أول في تونس. أحنا يعني ما هو سائد في المشهد دي حرب الكل ضد الكل، ومعنا أصبحنا يعني نتفنن في خوض المعارك واختلاقها وإطالة نفسها ولا تكاد تنتهي معركة إلا ونخوض معركة أخرى. مش كيف يقول الكلام هذا، هو المعارك رأي في السياسة مطلوبة، لكن تكون معارك مؤطرة حول رؤى وبرامج وليس معارك اللي يعني تكون في نهاية الأمر سامحوني في العبارة معركة عبثية ما يجي منها حتى واحد، لا ربح لا البلاد لا اللي يخوضوا المعركة هذه لا الشعب التونسي اللي هو قاعد يدفع في الثمن متاعها. احنا في تونس عرفنا حوار وطني أول وكل له بالنجاح ومحليا ودوليا، يعني واللي يراوا الحوار الوطني هذوما العالم أكبر دورهم ومنحهم جائزة نوبل للسلام. لكن اليوم الحوار الوطني الثاني لابد نقول أنه يختلف عن الأول، الظرف التاريخي والسياسي وطبيعة الأزمة تختلف كثيرا، وبالتالي لا يمكن أن ننقل مسار الحوار الوطني الأول وشروطه وظروفه نحاول نسقطها على واقع البلاد اليوم، على الأقل فيما اعتقادي الاختلاف الكبير بين الظرف 2013 وانعقاد المؤتمر الحوار الوطني الأول واليوم، هو في تلك الفترة كان الخلاف واضح بينما يمكن أن نسميه حكم ومعارضة، كان هناك خلاف دون الدخول في تقييم معناه موقف كل طرف، أما كان هناك حكم ومعارضة وصراع وانتهى إلى في الأخر تنظيم حوار وطني. اليوم الوضع معقد ومشعب أكثر، اليوم مؤسسات الدولة هي على رأس الخلاف والخلاف قائم بين مؤسسات الدولة، بل وصلنا إلى مرحلة خطيرة من محاولة إقحام المؤسسات والأجهزة الحساسة للدولة في هذه الصراعات، وهذايا لقدر الله لو لا نقف في وجهه اليوم ونحاصره ستكون تداعياته خطيرة، لأن الخلافات السياسية والأزمة السياسية لا يمكن معالجتها إلا بأدوات السياسة وليس بإقحام المؤسسات الأمنية والعسكرية، مهما كانت المنطلقات والنوايا الطيبة لا يمكن أن تكون إلا انحراف بالمسار السياسي وفتح البلاد أمام المجهول. يعني قلت هذا الناحية الأولى اللي يختلف فيها الحوار الوطني الثاني والحوار في نسخته الحالية أو الظرف اللي تحيط بالدعوة إلى الحوار الوطني الثاني. أيضا اليوم لا ينبغي أن يخفى علينا أننا في بلاد أصبح لها دستور جديد، في 2013 ما كانش عندنا دستور، واليوم عندنا مؤسسات منتخبة ولابد أن نأخذ هذا بعين الاعتبار، وإن كانت هذه المؤسسات غير قادرة بل أصبحت طرف وسبب في هذه الأزمة وهي غير قادرة على أن تكون مصدر الحل، لكن لابد أن تكون
الحل في إطار هذه المؤسسات وفي إطار الشرعية بدعمها وحملها على القيام بدورها. وأي حل ممكن لابد أن يكون يحترم خصوصية المرحلة هذه، احترام مقتضيات الدستور، احترام الشرعية الانتخابية، ودعمها بتوافق وطني ضروري. لأنه اليوم خلينا البلاد عندها عام ونصف من الانتخابات إلى اليوم، مع الأسف اللي نالوا ثقة أغلبية اللي نالت ثقة التونسيين سواء في البرلمان أو في رئاسة الجمهورية ما عاونوش البلاد كل بطريقته على أن يعني تسير نحو من حسن إلى أحسن، أو يقع معالجة الأوضاع هذه بالحكمة المطلوبة. لذلك لابد اليوم أن نقول ولابد أن نؤكد عليه، العملية هي مش عملية إعادة خلط أوراق أو تقاسم السلطة، لأنه تكون هذه هي المدخل للحوار الوطني فهي ستؤدي إلى مأزق آخر. وبالتالي لابد أن يكون الدعوة للحوار الوطني والفكرة اللي قودنا في خوض الحوار الوطني هذا هو إنقاذ البلاد بضرورة التوافق على برنامج وطني للإنقاذ تنفذه حكومة إنقاذ وطنية. والحوار الوطني لابد أن يكون في اعتقادي كما هو تسميته وطنيا أو لا يكون. يعني اليوم احنا وصلنا إلى درجة من تعقيد الأزمة هذه حتى أن الخطوط الحمراء والاشتراطات المسبقة لم يعد مقبول بها. في السابق كنا ممكن نلقى الوقت لمناقشتها والطاعة معها، اليوم كل من يضع خط أحمر أو أن يضع شرط مسبق من أجل قبول بانعقاد الحوار الوطني هو في حقيقة الأمر يرفض هذا الحوار ويعبر عليها بطريقة ملتوية. يعني اليوم ما عادش عندنا الوقت معناها باش نزيد نضيع أكثر في نقاش لا يقصى من هذا الحوار إلا من أقصى نفسه، إلا من لا يقبل بالحوار ولا يقبل بالآخر ولا يقبل بأن يدخل الحوار باستعداد متبادل من كل الأطراف للالتقاء في مسافة لتتقاطع فيها الرؤى والإرادات لوضع خطة وبرنامج إنقاذ وطني. أيضا لابد اليوم أن لا يكون بقاء هذه الحكومة أو رحيلها شرطا من شروط إنقاذ الوطني. أنا في اعتقادي من اشترط اليوم رحيل الحكومة قبل إنعقاد المؤتمر الحوار الوطني مثله تماما كمثل الذي يتمسك بهذه الحكومة بأن تبقى في كل الأحوال وأن المرأة تقول هي المرحلة القادمة، هو محاولة استباقية لاستباق نتائج الحوار الوطني، وهي من عناصر تعطيل ربما محاولة لفرض نتائج قبل خوض هذا الحوار. وبالتالي أنا كان أقول الخطوط الحمر، الخط الأحمر الوحيد هو استقرار البلاد وقبول الجميع والاستعداد إلى الجلوس إلى مائدة حوار، وليس إلى لسنا في حاجة إلى حلبة صراع جديدة، أن نلتقي في مائدة حوار وأن نلتزم جميعا. الحوار يخو عنده سابروبر ديناميك، سامحوني، يعني عنده هيش العبارة عنده الديناميكية الذاتية متاعه، وبش يوصل إلى نتائج تمليها الحوارات والمفاوضات. الجميع عليه الشرط الوحيد أن يلتزم بتلك النتائج، وأن تلتزم مؤسسات الدولة والقائمين عليها من كتل نيابية ومؤسسات وسلطة تنفيذية وأحزاب ومنظمات وطنية بتنفيذ ذلك البرنامج، وأن تمكن أن تكون هناك حكومة قوية مسنودة من المؤسسات الشرعية، لكن أيضا مسنودة من المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية، تعمل بدعم هذه المجموعة الوطنية وتحت رقبتها لتنفيذ برنامج الإصلاح الوطني. فاعتقادي هذا هو الطريق الوحيد اللي أمامنا كتونسيين، الطريق اللي يعطي أمل في أننا نتجاوز الصعوبات الحالية مهما كانت الصعوبات، هي يعني مقدوم عليها وبالإمكان، حتى من الاتفاق على خير الطريق مثقفة زمنيا متفق على طبيعة الإصلاحات وعلى الإجراءات وعلى الاستقرار،
ولابد أن يكون الحوار الوطني، وسامحوني حتى لا أطيل، يتناول كل القضايا، أيضا خطوط الحمر تزال من القضايا. الأزمة السياسية لابد أن تكون على رأس جدول الحوار الوطني، العلاقة بين مؤسسات الدولة وضرورة تقييد الجميع بدستور البلاد وبما بروح الدستور ونصه هي في مقدمة الحوار السياسي، توفير الاستقرار لمؤسسات الدولة كما قلت هي في جدول أعمال الحوار الوطني، إصلاح المنظومة الانتخابية هي أيضا من أولويات الحوار الوطني، والاتفاق على مخرجات من بينها تكوين حكومة، لا أقول جديدة حتى لا يفهم مني أنني معناها آتي ما كنت أنهى عليه، حكومة سواء هذه أو غيرها اللي يتفق عليها الحوار الوطني تكون من ضمن جدول أعمال هذا الحوار والاتفاق الوطني يخرج. الملف الاقتصادي أيضا لابد أن يكون في طريعة، والمال في طريعة الاهتمامات، أن نبادر أن لا نبقى ولا تبقى حكومة الدولة التونسية تعمل على تلبية شروط البنك الدولي. اليوم فما ضرورة، قلت أنا أدعو الله أن يوفق الوفد الحكومي في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لكن يلزمنا خطة اقتصادية لخلق الثروة، خطة اقتصادية لتشغيل محركات التنمية، لتوفير فرص جديدة أمام أبنائنا العاطلين العمل، للالتفات إلى الجهات الداخلية، إصلاحات مش الإصلاحات التي تملى علينا، البعض ربما ضروري والبعض لا، لكن الإصلاحات تأخذها إحنا من واقعنا كتونسيين ونقرها ونكلف حكومة بتنفيذها. أيضا هذا يكون من محاور الحوار الوطني. الوضع الاجتماعي والخروج بعقد اجتماعي جديد يعطي استقرار اجتماعي لكل حكومة ولكل من حتى تتمكن من تنفيذ برنامجها في إطار مناخ اجتماعي سليم أيضا يكون من محاور الحوار الوطني. وبالتالي المحاور يجب أن تكون شاملة وكاملة، وكما قلت أيضا الأطراف التي ستشارك في هذا المؤتمر لابد أن تكون كل الأطراف الوطنية، لكن لا في اعتقادي لا يجب أن نتوقف ولا يتوقف الحوار الوطني على غياب أي كان، على الأقل أن تتوفر فيه مقومات الحوار الوطني بمشاركة مؤسسات الدولة وأغلب الأطراف الاجتماعية والسياسية دون أن يتوقف. الدعوة تكون للجميع، لكن لا يتوقف هذا الحوار على غياب أو رفض أي كان له. في كلمة أخيرة سامحوني، أنا خدت قليل ربع ساعة ظهر لي بديت وصلت لها، يعني حول حظوظ نجاح هذا الحوار إذا ما كتب له أن ينعقد. الحديث على حظوظه ضرب من ضروب الرجم بالغيب، ما نجموش في المناخ هذا وفي الأزمة هذه ونحكيه على ظروف وشروط انعقاده، نعم، أما على حظوظ نجاحه هو ضرب من ضروب الرجم بالغيب كما قلت. أما إذا كان البعض يعرف أن السياسة هي فن الممكن، فإن دور السياسيين أن يجعلوا المستحيل ممكنا، وأعتقد أنه هذا دورنا، أن نجعل ما هو مستحيل، هو الحوار ما هوش مستحيل، أن نجعل المستحيل ممكن، وهذا دورنا وهذا قدرنا، وعلينا أن لا ننهزم ولا نستسلم للصعوبات، نعمل على تذليلها. وهنا الأحزاب السياسية في اعتقادي عندها دور كبير، لأنه فما ظروف وفما الأطراف اللي تدعو للحوار. الأحزاب السياسية في تونس عندها عيب، عندها عيب في تقاليدنا، هو غياب قنوات الاتصال بين الأحزاب والحوار، لأن الحوار الوطني في حاجة إلى مناخ وإلى ترتيبات، فإذا كانت الأحزاب ما عندهاش قنوات للاتصال والتواصل وتلقي الرسائل والتفاعل فيما بينها لتحضير هذا المؤتمر وتحضير مناخ ملائم ليه، فهي تكون تخلت على دورها. الأحزاب في تونس دائما تنتظر في طرف ما طرف آخر من خارج الأحزاب لربط قنوات الحوار فيما بينها، وهذا أعتقد أنه من نقائص التقاليد السياسية في بلادنا. يعني أنا أقول أنه اليوم وأختم بذلك، لنجاح إمكانية انعقاد هذا المؤتمر علينا أن نتجنب تعدد المبادرات الداعية للمؤتمر. فما صيغة اليوم متكاملة نجم نعدلوا فيها وحاضية باتفاق جملي يعني لكل الأغلب المتدخلين وحتى عند الشعب التونسي، يعني أصبحت صيغة موجودة، هي صيغة المؤتمر اللي دعلوا الاتحاد مع ما يمكن تعديله فيها. اليوم علينا أن نعمل على دعم هذه الصيغة، وأنا في وقت ما خيل إلي ربما كما خيل لأغلب التونسيين أن الاتحاد
رمي المنديل ومعناه دب فيه اليأس، لأن كلمة الأخ الأمين العام للاتحاد سي نور الدين طبوب يوم غرة ماي في النقطة هذه جدد تمسكه بالحوار، وهذا مهم لأن الاتحاد هو قوة وخيمة من خيمات هذه البلاد اللي في الأوقات الشدة والصعوبة والحاجة الوطنية القوة. يعني دعم المبادرة لتعالها الاتحاد كما هي بتعديلها بتطويرها، لكن المهم أن لا نعدد من المبادرات حتى نجعل من إمكانية انعقاد هذا المؤتمر وهذا الحوار الوطني إمكانية حقيقية. وشكرا لكم على الاستماع. شكرا على هذه المداخلة القيمة. تفضلتم بتقديم تشخيص سريع على مقولة، وتوقفتم عند مقولة الاستثناء. عندما نقول الاستثناء فهو أصبح اليوم هو الأصل وليس العرض، هنا نفهم كيف أن الوضع أصبح يعني أصبح قمة في التأزم، نظرا لأيضا تعرض حضرتكم إلى مسألة يعني دخول رئاسة الجمهورية طرفا في الخلاف والمؤسسات ذات الصبغة العسكرية إلى غير ذلك. كل هذه المعطيات تحول أمام اليوم الوقوف على طاولة الحوار. أيضا مررتم إلى عرض مسألة الاشتراط، يعني اشتراط أن الحكومة هل تستقيل أم لا، وتخيرتم أن تكون هناك نظرة أخرى لهذا التعاطي مع الحكومة، لأن الوقت ولا الزمن السياسي ولا الظرفية في البلاد اليوم تسمح بهذا العود إلى الوراء. ثم تحدثتم أيضا عن ضرورة توحيد المسار للمؤتمر للحوار، وأتيتم إلى أنه يصعب تحديد حظوظ هذا الحوار إلى أي مدى يمكن أن يكون موفقا أم لا. هذا يعود أساسا إلى الرغبة أو الإرادة السياسية التي يعني هي أيضا تتنزل ضمن الإيرادات التي نراها اليوم، ونحن نرى اليوم تباعد وتضارب بين هذه الإيرادات ضمن هذا السياق. أيضا تطرقتم إلى ضرورة إعادة نظرة الأحزاب للساحة السياسية، ومن هنا أتوجه إلى وجه الكلمة للسيد رئيس الحكومة الأسبق السيد علي العريف أمام هذه الأزمة. أي أفاق يعني للتنسيق بين الأحزاب لتطبيق هذه الأزمة السياسية بين المعالجة الوطنية والتعايش السلمي، مداخلة ستتفضلون بتقديمها في تطبيق لفهم الدور الأساسي للأحزاب، كيف يمكن أن يقرأ اليوم؟ تفضل. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، أحيي الحضور الكريم وكل متابعينا مباشرة وبشكل غير مباشر. أحيي الأساتذة سي رضا بالحاج وسي عصام الشابي والأستاذة رئيسة الجلسة، وأحيي مركز دراسات الاستراتيجية والدبلوماسية وفريقه على رأسهم الدكتور رفيق عبد السلام على تنظيم هذه الندوة وعلى دعوتي للمشاركة فيها. وأرجو للجميع رمضان مبارك وربي يحفظكم من هذا الوباء. الأزمة اللي تمر بها بلادنا مركبة وأبعادها كثيرة، حيث عندنا أزمة صحية حادة كيفنا كيف بقية الدول، تحتاج إلى تعبئة اجتماعية ومالية، توفير التلقيح وتعميمها، وتحتاج بالخصوص إلى إدارة أو قيادة سياسية لهذه الحرب، وهي إحدى أهم نقاط الضعف في حربنا على الكوفيد 19. نحتاج الجهد كبير، لأنه مطلوب مستشفيات ميدانية، مطلوب تلقيح، مطلوب إجراء هذه التلقيح، مطلوب انضباط، مطلوب تعاون، مطلوب تشريك كل الفعاليات في هذا الاتجاه، وهذا نفتقدوه شوية الآن
لأنه ما عندناش قيادة رئيسية لهذه المعركة، المعركة ضد هذا الوباء. حتى الأحزاب والمنظمات ماهيش قاعدة تؤدي دورها كما ينبغي في هذه الحرب. وليس من المبالغة القول بأنه برشا أطراف أولوياتها ماهياش هي الأولويات الوطنية. فإذا كان الأولوية الملحة الآن هي مقاومة هذا الوباء وإنقاذ البلاد، فإنه نلقى الأولويات عند آخرين، هي التجاذب والصراع والحملات المتبادلة التي تضر بالبلاد ولا تقدم لها شيئا. الأزمة الثانية هي الاقتصادية، وإحنا كيف كيف ككل بلدان العالم عندنا نمو سلبي في عام 2020 8.8%. الاقتصاد العالمي كله أصيب في جانبه الاقتصادي، بلدان العالم الكل في إطار التعاطي مع آفة الكوفيد اضطرت باش تنفق أموال كثيرة لرعاية الضعفاء وكذلك الجانب الصحي. وبطبيعة الحال هذا المبادلات التجارية ضعفت برشا، والصادرات ضعفت، الواردات ضعفت. وقت لتضعف الواردات مش في سلع استهلاكية وإنما في المواد الأولية أو نصف مصنعة إلى آخره، لأن الاقتصاد العالمي كله طاح. لكن ثم مؤشرات متاع بداية عودة. المؤشر اللي عادة يعطي هذه العودة متاع الاقتصاد هو سعر برميل البترول اللي هو كان ضعيف برشا والآن فوق $60 للبريل، وهذا يدل على أنه الاقتصاد قاعد يرجع بشكل تدريجي. ويتوقع الخبراء أنه يتحسن في عام 2021 ويتحسن بالخصوص بداية من 22. احنا في تونس في الميزانية عملنا حسبنا بتاع 2021 حسبنا سعر البتريل البرميل $45، توا فوق $60، يعني ثم إضافات باش تكون قرابات 2 مليارد من الدنانير كنفقات إضافية في سعر الطاقة فقط. وبالتالي الجانب الاقتصادي، الأزمة الاقتصادية ماهيش خاصة بتونس، كل الدول متشابهة على تفاوت بينها. نعرف اللي الصين مثلا ما كانش اقتصادها سالب، نموها ما كانش سلبي عام 2020. تركيا كيف ما كانش اقتصادها سلبي عام 2020، معناها ضعفوا برشا. الصين يمكن راهي وصلت 1 أو على الأقصى 1.5، تركيا 1 ولا 2%، مش متأكد. ولكن بصفة عامة البلدان اللي شبيهة بينا واللي المحيطة بينا بصفة عامة تلقاها إلا 9 إلا 8 إلا 7 إلا 4%. فالأزمة الاقتصادية ليست خاصة بتونس. الأزمة الاقتصادية هذه أيضا معناها ترتب عليها أو ساهم فيها، ساهم نجر عليها صعوبات اجتماعية إضافية، ازدياد الفقراء وازدياد العاطلين عن العمل قرابة 100,000، والأقرب أنهم يكونوا الآن ولوا أكثر، 100,000 عاطل عن العمل، لأنه ثم مؤسسات سكرت، ثم كثير من الأعمال اللي توقفت بسبب الإجراءات المتخذة في الحملة معناها لمقاومة الكوفيد. بالتالي ازدادت الصعوبات الاجتماعية، وهذا كيف مش خاص بتونس، يعني ازدياد الفقر وهي ازدياد البطالة وحتى بعض التحركات هذا في كل البلدان. هاي احنا هنا معناها إسبانيا البطالة فيها أكثر من 20%، احنا طوى تضرب في 17.5-18% البطالة، بحيث مهوش خاص بنا. الأزمة الصحية والأزمة الاقتصادية والأزمة الاجتماعية بتبعاتها ليست خاصة بتونس. تونس كأي دولة معناها تتعاطى مع أزمة موجودة في العالم الكل، تحتاج بصفة عامة، أوقات الأزمات العامة هكذا تحتاج إلى الاستقرار، كان يتحدث عليه الأستاذ عصام، تحتاج الدولة أن تكون مستقرة
وأن تكون هناك تضامن عام، مش فقط تضامن شعبي، تضامن قوي حتى بين مؤسسات الدولة وبين الأحزاب وبين المنظمات باش وتكافل باش نجم تتجاوز الأزمة. أما إذا كان أدوات الفعل الأساسية اللي هي مؤسسات الدولة تبدأ في أزمة هي في بين بعضها، فأدوات اللي باش تواجه بها تكون هي المريضة، يولي بالفعل الوضع خطير برشا. الأزمة الأحد بالنسبة لتونس هي الأزمة المالية، بحيث نفقاتنا أقل بكثير أكثر بكثير من مواردنا المالية، قرابة 5 مليار من الدنانير، معناها نقص في الموارد بخلاف شنو النفقات المضاعفة، وهذه خاصة شوية بتونس، ثم دول تشبهنا، ولكن الأزمة المالية المتمثلة في أنه مديونيتنا مرتفعة برشا، مواردنا ضعيفة برشا مقارنة بالنفقات اللي احنا مقبلين عليها، هذه أزمة حادة جدا وفيها قدر من الخصوصية لتونس. أذك علاش دائما نتحدث على كيف يمكن أن الدولة تعمل اتفاق مع صندوق النقد الدولي ومشاء وفد من الحكومة في المدة هذه يتحاور، لأنه صندوق النقد الدولي بصفة عامة إذا أبرمت معه اتفاق عادة تكون يعني الفوائد أضعيفة، وهو يفتح الباب أمام أنك تعمل اتفاقات مناسبة مع مؤسسات مالية أخرى، وأيضا يساعدك على الخروج على الساحة المالية كيف تكون الكوت متاعك ضعيفة، وهي حالة تونس، بحيث معناها صورة تونس ما هيش على أحسن ما يرام. إذا نخرج على السوق المالية ممكن نلقاه، وأنت إذا لقينا نلقاه وأنت ريس من 10 وأنت طالع، وهذا بالحال ما تقدرش عليه الدولة. وقت اللي تعمل اتفاقات مع مؤسسات كيف ما صندوق النقد الدولي وبعد البنك العالمي وغيره من المؤسسات المالية، تولي البلاد تنجم تخرج بخلاف الموارد هذيك، نجم تخرج على السوق المالية بفائدة أقل، وهذا اللي قاعدة تسعى له الحكومة. في الحقيقة هذا كان يمكن أن يكون جزءا من الحوار الوطني، الجانب الاقتصادي الاجتماعي المالي كان يمكن أن يكون جزءا من الحوار الوطني اللي كان يتحدث عليه الأستاذ عصام، لأن الحوار أصلا في البداية قبل أن تندلع هذه الأزمة السياسية الحادة كان الحوار متجه أكثر نحو القضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ليتم الاتفاق على إجراءات وعلى مصفوفة إصلاحات وعلى معناها مجموعة من الخيارات، الإصلاحات الكبيرة اللي تعرفوها سواء تعلقت بالمؤسسات العمومية وإلا بسياسة الدعم وإلا بالوظيفة العمومية وإلا بالصناديق الاجتماعية وإلا بطرق تمويل الاقتصاد، كثير من الإصلاحات اللي ما عليهاش خلاف كعناوين، يمكن يكون ثم خلاف في داخلها في التفاصيل لكن كعناوين ما عليهاش خلاف، كان هذا يمكن أن يكون قبل سنة من الآن، ولكن لما تأخر هذا الحوار وكثرة التجاذب الحكومة ما نجمتش تنتظر، فمشيت وعملت حوار مع المنظمات الوطنية أساسا باش تنجم كيف تمشي لصندوق النقد الدولي اللي مشات له تو، على الأقل يبدأ عندها مصفوفة فيها شيء من الاتفاق أو من الدعم من المؤسسات العمومية، وتكون في مفاوضاتها عندها قدر من المصداقية وقادرة باش تفاوض والدافع على مصالح تونس. الحقيقة الأزمة المالية اللي ذكرتها حدتها متأتية من أنه ميزانية عام 21 فيها قرابة 19 مليار من الدنانير يلزمنا نجيبوها ما عندناش، وبالتالي هال 19 مليار هذوما 3 مليارات من الدنانير منها من الداخل معناها من البنوك إلى آخره، و16 مليار قرابة 16 مليار هذوما لازم نجيبوهم من الخارج، هذوما اللي تجري عليهم الحكومة الآن مع صندوق النقد الدولي مع البنك العالمي، الخروج معناها للسوق المالية إذا كان معناها الصورة متاع البلاد تحسنت وإذا نجلنا نعملوا هذا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. فالأزمة الحالية المالية هي أكثر أزمة حادة قبل أن تندلع الأزمة السياسية، ثم التحقت بها الأزمة السياسية والمتمثلة في صراع بين رئاسة الجمهورية والبرلمان
ومعناها بعض العرقلة موجودة، صراع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وأشكال من أشكال العرقلة، يمكن ليس أدلة معناها عدم السماح بأداء الوزراء لعدم إنفاذ التحوير الوزاري، وتجاوزات للدستور ليست خافية، وضعف في أداء الدور الوطني وحتى الدولي على مستوى الرئاسة، نأمل أنه يتحسن أو يتدارك، وبطبيعة الحال الصراع العادي اللي تضاعف بين الأطراف السياسية المختلفة، اللي هو ولا صراع متاع إعاقة، مش صراع متاع معارضة. ديمقراطية دي ما فيها حكم وفيها معارضة، ولكن ما فيهاش واحد قاعد يعوق ويدفع نحو الإفشال. احنا مع الأسف ولت ظواهر كثيرة متاع عرقلة ومتاع إفشال ومتاع دفع نحو التأزم إلى آخره، عرقلت الحكومة، عرقلت البرلمان، عرقلت أي شيء معناها، بحيث صراعات عن, عن, عن كل شيء. لكن هذه الأزمة السياسية والمالية اللي هي خاصة بتونس تقريبا باعتبار نشترك مع العالم في بقية الأزمات، هذه الأزمة المالية والسياسية هي الأكثر إلحاحا والأكثر حدة والأكثر طلبا للحل، كما أكد قبل قليل الأستاذ. النتيجة متاع هذا الصراع، هذه الصراعات وهذه التجاذبات، أننا فقدنا الاستقرار السياسي، هو من قبل ضعيف لكن فقدناه، وازدادت حدتنا التجاذبات والاصطفافات ومسائل العرقلة، وفقدنا الاستقرار الاجتماعي. ظواهر كثيرة ليست فقط في مستوى الإضرابات والتحركات، بل هناك حتى نعرات جهوية وفئوية وصراعات إلى آخره بدأت تظهر في البلاد وتمثل خطورة علينا. تحولت أولويات الأحزاب بشكل تدريجي إلى أولويات ليست هي الأولويات الوطنية. الصحة والاقتصادي والاجتماعي والمالي هذم الأولويات متاع البلاد، والصراعات قائمة على السلطة وعلى حملات متبادلة وعلى إفشال وردود أفعال، بحيث لم تعد أولويات الأحزاب، أو على الأقل أقصد جزء منها، لم تعد أولويات هي أولويات الوطن، وهذا يمثل مشكل كبير. بحيث ظهرت تقريبا يمكن ثلاثة أجندات تتصارع منذ بعض الوقت. أجندة تريد تحويل النظام عمليا إلى نظام رئاسوي وفيها تجاوز للدستور، وتواجه بقية الأطراف بكل السبل، وشفنا أطراف سياسية تدعو إلى هذا، وشفنا بعض خيارات من رئاسة الجمهورية تصب في هذا الاتجاه، نظام رئاسوي معناها رغما عن الدستور ورغما عن كل شيء، بما في ذلك احتكار تأويل الدستور. ثم حتى اللي دعا إلى تدخل الجيش وإلى تبرير كل تجاوز للدستور وكل عرقلة للمجلس أو للحكومة. أجندة أخرى ترفض الثورة ونتائجها وتعمل على استئصال النهضة، حركة النهضة بكل سبيل، وحتى على الاستقواء بالخارج، على الأقل الاستقواء الإعلامي وربما أكثر من ذلك، وتجد دعما من أطراف خارجية معروفة بدعمها للانقلابات وربما صنع هذه الانقلابات. وتشترك هاتان الأجندتان الأولى والثانية في إلى حد ما في استهداف حركة النهضة، وكأنه كيف ما يقعش الانتصار عليها بالصندوق وبالقانون يلزم إعطاء شرعية للسبل غير الشرعية لمؤسسات الدولة باش هي تقوم بالواجب، تستأصل وإلا تقمع، كما عاشت هذه الحركة من عام 80 حتى العام 2011. وأجندة أخرى هي الأجندة الثالثة، هي الداعمة للشرعية وللدستور واحترام المؤسسات واحترام دور المؤسسات
واحترام الديمقراطية، وتدعم الإصلاح والتطوير من داخل نظامنا السياسي، وليس يعني بالثورة عليه. وهذه الأجندة الثالثة نجم نلقوا فيها برشا أحزاب، نجم نذكر نلقوا فيها أيضا الحكومة، نجم نلقوا فيها حركة النهضة، نجم نلقوا فيها الحزب الجمهوري، نجم نلقوا فيها قلب تونس، نجم نلقوا فيها حزب أمل، نلقوا فيها برشا أحزاب وبرشا شخصيات اللي هي تطرح تقول عندنا اختلافات، وهذه هي طبيعة الديمقراطية، لكن عندنا ثوابت، دستور البلاد، الانتخابات، الديمقراطية، مؤسسات الدولة، ومن داخلها نتناقش وديمقراطيا نطور ونعالج كل شيء. ما ثم حتى شيء لا يمكن مراجعته، ولكن من بابه وليس من خارجه. حيث هذا وضعنا، وهو وضع صعب، صعب حقيقة. واللي يحس بالمسؤولية من حقه باش يحس بالإشفاق على البلاد، وبالإشفاق على المنجز الكبير اللي عملوه التوانسة، اللي هو الثورة وثمارة على الأقل الثابتة الآن، اللي هي الحرية والديمقراطية والتعددية، واللي هي تاج على رأس التوانسة ما يشوفوه كان الناس اللي عايشين القمع معنا، لأن عندنا سنوات فيه ولينا ما عادش نحسوه بالكده، لكن اللي عايشين القمع معناها والتضييق والاستبداد معناها يعتبروا تونس جنة. عن مشكلتنا لحد الآن معناها ما كملناش الجانب الاقتصادي المالي، ولازمنا بالتالي نتدارك أمورنا. بلادنا محتاجة للاستقرار السياسي وللاستقرار الاجتماعي وللتضامن والإصلاحات وللعمل، والطريق إلى هذا ما ثمش برش، يا إما نتحاور وإلا أي خيار آخر باش يكون خطير ياسر. وعلى كل حال الخيارات الأخرى، هاي البلدان اللي عاشتها، الرسالة الأساسية اللي تنجم تستخلصها منها هي أن لا تتبع ذلك الطريق. البلدان التي استبدلت الحوار بأشياء أخرى رسالة واضحة للناس الكل، تقولهم هذا الطريق ما تتبعوهش، أبحثوا على أي طريق آخر. احنا محتاجين للحوار، حوار بين الرؤساء الثلاث للالتزام بالتعاون بينهم واحترام الدستور وفض الخلافات وفض خلافاتهم مع بعضهم. ما ثماش علاش يشركوا في الشعب معناها، ومشاكل ديما تصير، هذه تصير خلافات، هما مشغولين باش يتناقشوا ويتحاوروا ويحلوا المشاكل ويورونا اللي هما معناها كل واحد ملتزم بصلاحياته، ويورونا اللي هما سلطة واحدة يقودون البلد. هذا مثل هذا الحوار بين الرؤساء الثلاث هو اللي يعطي لكل حوار بعد ذلك بين الأطراف السياسية والاجتماعية، يعطيه هدف ويعطيه معنى ويعطيه مقومات النجاح. أما إذا كان تبدأ السلطة هي نفسها متقسمة، فيصير الاصطفافات، وقتها ما عادش نلقوا حتى الجهة اللي باش تحتضن الحوار وإلا باش ترعاه. ونحتاج الحوار بين الأطراف السياسية والاجتماعية والحكومة أيضا حول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمالية وحتى السياسية، وهو تأخر كثيرا هذا الحوار، وكل تأخر يزداد ثمن عدم المسارعة بهذا الحوار. المواقف الصادرة حتى الآن من مختلف الأحزاب غالبها لا ينكر الحاجة للحوار، وكثير منها يدعو إليه، لكن البعض يلتف عليه بطريقة اشتراط إقصاء جماعات أو اشتراط نتائج قبل بدءه، وبعض منها في الحقيقة سلوكهم يدل على أنهم أقرب لرفض الحوار وللاستثمار في تأزيم الوضع، كما ذكرت عند حديثي على الأجندات. لما أجندة تدفع نحو مزيد تأزيم الوضع، مزيد عرقلة الوضع، وبالتالي هذا يظهر حتى أحيانا في عرقلة اتفاقات مالية وفي مناقشات في أكثر من إطار إلى آخره، وفي حجم يعني التيئيس ونشر الإحباط إلى آخره، وسد المنافذ أمام هذه المحاولات بتاع الحوار
والدعوات اللي عندها الآن قرابات 5 شهور ولكن حتى الآن ما وقعش تفعيلها. وأيضا قاعد بعض أطراف قاعدة تدفع برئاسة الجمهورية وتساهم في دفع رئاسة الجمهورية إلى الاصطفاف وإلى أن تخوض الصراع وحتى تعرقل الحكومة والبرلمان بدلا من أن تكون رئاسة الجمهورية هي في الموقع اللي يرعى الحوار بين المختلفين. حتى الآن رئاسة الجمهورية رفضت حتى مجرد الاجتماع بين الرؤساء الثلاث ووصلت خطابها اللي كلكم تعرفوه. وهناك أطراف أخرى وهي الأغلبية وهي الغالبية تدعو إلى حوار في إطار احترام الثوابت كما ذكرت واحترام الديمقراطية والانتخابات إلى آخره وبدون شروط مسبقة. ذكرت منهم كثير من الأطراف ودون فضلا على اتحاد العام توصيل الشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحة والصيد البحري وغيرهم من الأحزاب، لكن هذه الأطراف لا تجد المنهجية للانطلاق في هذا الحوار لأنها وهي محقة إلى حد ما في ذلك ما زالت تأمل في مشاركة الجميع إلا من أقصى نفسه، ولأنها تأمل أن يشرف رئيس الجمهورية على هذا الحوار أو يرعاه ويشارك فيه. كما قلت الحكومة ما نجمتش تنتظر في الجانب الاقتصادي الاجتماعي لأنه الحوار وخر، وبالتالي قامت بحوار اقتصادي اجتماعي مع الأطراف الاجتماعية. لا شك يعني قريب باش نكمل، لا شك أن الوقت يمر والأزمة تزداد حدة، والأطراف المراهنة على ذلك على الأزمة تعرقل كل مسعى، ورئيس الجمهورية بمواقفه المتذبذفة فيما يتعلق بالحوار سواء وعى ذلك أو لم يعي فإنه يخدم أجندة تأزيم الأوضاع في البلاد ومزيد تأخير الحوار. ومع كل ذلك ما زال الأمل قائما في إطلاق هذا الحوار، لا سيما إذا أخذ الرئيس مكانه الطبيعي المتمثل في رعاية كل التونسيين وكل تنظيماتهم وفي التواصل مع كل الأطراف وفي الابتعاد عن الاصطفاف الذي جعله طرفا في الأزمة بدلا من أن يكون راعيا لحلها. ومن ذلك التواصل والحوار مع مؤسسات الدولة ثم المساعدة على الحوار بين مختلف الأطراف. علينا الصمود لحماية وطننا ومكاسب ثورتنا وعدم الاستسلام لليأس والإحباط الذي يستثمر فيه البعض، لأن ثمن اليأس والاستسلام أكثر بكثير من ثمن الصمود والعمل. وعلينا التحلي بروح المبادرة والتعاون بدل الاصطفاف والاتباعية، ونحتاج إلى الحذر من كل أنانية أو إقصائية لأنها لا تعبر إلا عن مراهقة سياسية. نحتاج إلى وعي عميق، تحتاج الأحزاب إلى وعي عميق أحزاب والمنظمات بأهمية استمرار اكتساب روح التعاون والقدرة على المنافسة. يزداد عدد المدافعين على حوار وطني بناء يحترم الدستور ومؤسسات الدولة والانتخابات ويقترح حلولا للخروج من هذه الأزمة، وعلى هؤلاء الانتصار على دعوات القطيعة والصدام والتأزيم. وشكرا. شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة التي تفضلتم فيها بعرض الأوجه الأزمة التي تعددت بالنسبة لكم، تقرأ على أنها أزمة صحية وأزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية. كل هذه الأزمات التقت جميع الدول كما ذكرتم وهي أزمة شاملة عالمية نعيشها اليوم. إلى جانب ذلك جعلتم من خصوصية الدولة التونسية تكمن في الأزمة المالية، وهذا ما نعيشه اليوم بشكل خاص وبشكل ملح.
وأيضا تطرقتم إلى مسألة هامة هي مسألة تأطير أو يعني وضع الأحزاب في تقسيم معين حسب الأجندات. هناك الأجندة التي ذكرتم بأنها أجندة تقرأ النظام الرئاسي، والأجندة الثانية التي ترفض الثورة ونتائجها وتضرب بكل ما أوتيت من قوة لهذا المسار، والأجندة الثالثة وهي في الواقع الاشتراك في الاستهداف. جميعها هاتين الأجندتين تشتركان في استهداف حركة النهضة. وأخيرا الأحزاب التي تلتقي جميعها حول احترام الدستور والانتماء للأحزاب. الحزب كأساسا كبحث للحلول للبلاد للخروج من هذه الأزمة، وهذه الأزمة المالية كانت سابقة على الأزمات الأخرى. كما تفضلتم بأن الحوار مسألة أساسية اليوم وتطرح بقوة على الطاولة لكي يلتقي الجميع حول هذه الأزمة التي تعيشها اليوم لإيجاد حلول. ضمن هذا السياق أيضا نرى أن الوقت كما ذكرتم وشددتم على أن الوقت يعني عنصر أزمة في حد ذاته، فكل هذا يقرأ على أن هناك خلفيات دفعت في هذه الأوضاع لعيش هذه الأزمة. فننظر مع السيد الوزير الأسبق رضا بالحاج النائب الرئيس في البحث عن هذه الخلفيات، خلفيات الأزمة السياسية والطبيعية وسبل الانفراج. شكرا. شكرا. نحب نشكر مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية، نشكر السادة المحاضرين سي عصام وسي علي، أنت كذلك نرجس، الحاضرين الكل. المداخلة متاعي تتعلق بخلفيات الأزمة السياسية. ثم تساؤلات، هل أزمة ذات طبيعة سياسية أم قانونية دستورية؟ دور الأحزاب ومؤسسات الدولة في الانسداد السياسي، طبيعة النظام السياسي بين البرلماني والرئاسي، القانون الانتخابي بين النسبي والأغلبي، هل أنه الأزمة السياسية اللي نعيشوها اليوم عندها خلفية أو من الأسباب اللي ذكرناها هذه؟ أولا باش نجاوب على طبيعة الأسئلة هذه لابد أن نجيب على سؤالين. أولا، هل عشنا ثورة وهل نعيش انتقال ديمقراطي؟ تقريبا ما فيناش واحد هنا يشكك أنه عشنا ثورة، لأنه تعريف الثورة هو تغيير منظومة قانونية. كنا في منظومة قانونية استبدادية منغلقة إلى منظومة قانونية أخرى، لأنه مش كل ثورة تؤدي إلى ديمقراطية، ومش كل ثورة ما تؤديش إلى نظام استبدادي. هنالك ثورات تنتقل من استبداد لاستبداد. وبالتالي احنا تونس عاشت ثورة، لكن هل عاشت انتقال ديمقراطي؟ كذلك تونس اليوم تعيش مسار انتقال ديمقراطي من عام 2011 إلى يومنا هذا. والمسار الديمقراطي كما الثورة، مش كل انتقال ديمقراطي يؤدي إلى ديمقراطية. نسبة الانتكاس، نسبة التراجع، ونسبة التعطل في المسار في الانتقال الديمقراطي. ثم قوانين الانتقال الديمقراطي اللي عاشتها بلدان كثيرة في أمريكا اللاتينية، في الثورة الإسبانية، في البرتغالية، في أوروبا الشرقية. ثم قوانين نجاح وقوانين انتكاس اللي تعيشها التجربة هذه. تونس مثلها مثل البلدان هذه تعيش انتقال ديمقراطي. ما نحكموش عليه ناجح أم إلى حد الآن، ثم مسار انتقال ديمقراطي يعيش بعض التعطلات وبعض الانتكاسات النسبية، لكن قاعد يتقدم. كيفاش هذا؟ من عام 2011 راوا المسار أنه تونس وقفت دستور 59 وعاشت فراغ دستوري، و أنجت فيما بعد دستور متاع جانفي 2014. كذلك قامت بقوانين ومراسيم اللي تنظم الحياة العامة
بداية مرسوم عدد واحد العفو التشريعي اللي برغم أنه نجم نقوله فيه نواقص أو غير مكتمل، لكن حذر الأرضية للانتقال الديمقراطي، ثم المراسيم اللي تتعلق بالحريات بالأحزاب بالجمعيات وغيرها من الأنشطة والأحزاب والصحافة والإعلام وغيرها، وانخراط تونس في المحكمة الدولية الجنائية ومختلف الاتفاقات، وسياسيا حكومة انتقالية اللي دفعت الانتقال الديمقراطي. دونك المرحلة الأولى نجحنا فيها بامتياز، وهي المرور من منظومة قانونية منغلقة إلى منظومة منفتحة، والفترة بين البينين نجحنا فيها بامتياز نجم نقوله. المرحلة الثانية هي الاختيار أو المضي نحو المؤسسات القارة اللي هي بعد المجلس الوطني التأسيسي اللي سير الفترة حتى 2014 وحكومات انتقالية، جينا لدستور 2014 والمؤسسات القارة واختيار، هنا باش نجيو للنظام السياسي والنظام الانتخابي. ما نجموش اليوم نقولوا أنه النظام الانتخابي مسؤول على الوضع أو التعثر، أنا ما نقولش فشل، نقول بعض التعثر اللي نعيشوه اليوم تونجيو لأسباب وبعض. النظام الانتخابي اللي اخترناه من عام 2011 هو نظام انتخابي نجح بأن يعطي دستور يمثل أغلب شرائح المجتمع التونسي الاجتماعية والسياسية والثقافية، وبالتالي أدى مهمة أساسية. كذلك حتى انتخابات 2014 مكن من تمثيلية معناها شاملة للطيف السياسي بالأحزاب الكبيرة والأحزاب الصغيرة. دونك مسألة القانون الانتخابي اللي وقع اختياره في الفترة الأولى وتواصل العمل به فيه نقائص، لكن ما هوش سبب مباشر في تعثر الـ 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 الانتقال الديمقراطي. بالنسبة للنظام السياسي، النظام السياسي انتقلنا من نظام رئاسوي معنى تسلطي إلى نظام برلماني معدل. يقول القائل اليوم نجم نقوله أنه فئات كبيرة ضد هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا النظام السياسي، لكن المتمعن في الـ في الـ في الـ في الوضع اليوم السياسي في تونس والأزمات اللي مرينا بها النسبية المتعدة، وخصوصا الأزمة الأخيرة اللي عشناها، تؤكد أنه رغم أنه المزاج العام متاع الشعب التونسي تعود على النظام الرئاسوي ويخير النظام الرئاسي ما نقولوش رئاسوي لأنه يسهل له أسهل العيش فيه وأقل تعقيدات، لكن النظام البرلماني المعدل اللي عشناه اليوم مكن تونس ومكن الانتقال الديمقراطي من الصمود وما طاحش في 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 مختلف الأزمات، خصوصا الأزمة هذه الأخيرة اللي هي أزمة حقيقية مؤسساتية. دونك المشكل له في النظام الانتخابي رغم نواقصه، وله في النظام السياسي رغم نواقصه ورغم بعض التناقضات داخله اللي ثم بعد يتطور شيئا فشيئا. إذن المشكل وين؟ المشكل الأزمة اللي نعيشوها اليوم هي أزمة أنه كعملنا المنظومة القانونية والدستورية، الواقع اللي ركبنا عليه أنه الحياة الحزبية غير متطورة وما توجدتش أحزاب عريقة وقوية باش تواصل المسيرة. تكونت 2014 والمنظومة الدستورية والانتخابية على بيان فونكسيوني في انتخابات 2014 بحزبين كبيرين والأحزاب الأخرى ممثلة، وما هيش أحزاب شعبوية، أحزاب جدية كانت ممثلة، لكن المنظومة الحزبية نظرا وأنه
وقع الاختلال في الـ في الـ في الـ في التوازن هذاك لأسباب تنجيوها بعد، أنه مشى عام عام ونص عامين، وكيف الحي كيف المنظومة الحزبية طاحت، الانتقال الديمقراطي بدأ يتعطل والصعوبات بدأت معناها تتكاثر. يقول القائل علاش المنظومة الحزبية ما صمدتش في معناها باش تواكب التطور التشريعي والدستوري؟ الأسباب عديدة، الأسباب الأحزاب عندها عراقة أولا في تاريخها ثم في الممارسة الديمقراطية. حركة النهضة اللي هي حزب قديم لكن في الممارسة الدولة وفي الممارسة البرلمانية زاد فتي ماهوش جديد اللي خلاه يرتكب بعض الأخطاء. حركة نداء تونس فتية تكوينا وممارسة في الدولة، دونك أخطائها كانت أكبر وما عرفتش تحافظ على أكل المشهد اللي أعطاته انتخابات 2014. دونك المسؤولية في التعثر الانتقال الديمقراطي أعتقد أنه المنظومة الحزبية وعدم وعي معناها المنظومة الحزبية بضرورة المحافظة على توازن وكيانات حزبية ديمقراطية، وكذلك اللي مسألة التوافق أو ما يسمى بالتسويات التاريخية أنه مشيت فيها ولكن ما دفعتهاش إلى مداها ووقع انحراف نوعا ما لأسباب عديدة يطول شرحنا هنا، لأنه الانتقال الديمقراطي ما ينجح كان بالتسويات وبالتوافقات. هذا معناه في تاريخ الانتقال الديمقراطي ما ثماش انتقال ديمقراطي نجح وبالاستئصال أو بالإقصاء. كل التجارب اللي نجحت سواء إسبانيا سواء البرتغال سواء أوروبا الشرقية بتعايش القديم والجديد الحداثي والمحافظ بالكمبرومي معناها التسويات التاريخية اللي تقع بيناتهم. دونك هذه السبب الرئيسي اللي خلانا أزمة التعطل ولا أقل من تعطل، أنا ما نقولش تعطل معناها تعثر في فترات الانتقال الديمقراطي. الحل شنو اليوم؟ أنا الجانب الاقتصادي سي علي وسي عصام تحدثوا عليه برشا، الجانب الاقتصادي عنده قيمة كبيرة في نجاح الانتقال الديمقراطي، لكن أنا باش نكتفي بالجانب السياسي والمؤسساتي في الانتقال الديمقراطي. شنو الحل اليوم؟ قلنا أنه تياح الأحزاب الوسطية والديمقراطية أدى إلى بروز ظاهرتين شعبويتين. الشعبوية الأولى اللي هي تحب أنه نظام سياسي آخر يعتمد الشعبوية والمؤسسات هذه الديمقراطية الشعبية اللي مثلها رئيس الجمهورية والأتباع متاعه، والشعبوية الأخطر اللي أعتقد أخطر اللي العودة إلى الماضي والروح الانتقامية من الثورة ومن الديمقراطية. هذوما الضعف متاع الأحزاب وفشل تجربة التسويات التاريخية هذيك أدى إلى بروز الشعبويتين هذوما اللي اليوم يمثلوا خطر، واللي هما السبب الرئيسي في الـ في الـ في, الـ في الأزمة الحالية اللي نشوفوا التقاطع بيناتهم اليوم، والتقاطع هو تكسير أو إجهاض التجربة الديمقراطية اللي تعيشها البلاد. هذا يلتقيوا فيه الاثنين. الحل اليوم، الحل هو لإنقاذ التجربة، لأنه التضحيات متاع سنين ومتاع من 2011 إلى اليوم الشعب التونسي والديمقراطيين ما يلزمش يضحيه أو يخليه التجربة هذه تضيع. الحل أعتقد أنه الحل اليوم أنه إعادة الاعتبار للمنظومة الحزبية كما حكيت بكري. ثم منظومة أو الطرف اللي اليوم اختل في المشهد السياسي هي العائلة الوسطية الديمقراطية اللي
قابلة بتسويات لدفع الانتقال الديمقراطي. اليوم ضرورة توحيد القوى هذه، توحيدها معناها لتصبح قطب حقيقي، معناها ينجم يكون بديل أو في إطار التداول السلمي على السلطة أنه يكون طرف حقيقي. إلى ذلك زاد حركة النهضة اللي هي حزب موجود اليوم وما ما 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 طاحش كحزب مهيكل وموجود في الساحة، كذلك لابد أعتقد أنه عنده دور في عدم معناها دفع العملية هي عن وعي أو عن غير وعي. ثم أخطاء في ما بين 14 و19 في تحالفات، في ربما عدم تفهم تمشي الباجي قائد السبسي، أو عدم في وقت من الأوقات التفاهمات انقلبت مع طرف آخر أدت بصورة عكسية أنه ضر الانتقال الديمقراطي. دونك المنظومة الأطراف الحزبية اللي ساهمت في الانتقال الديمقراطي لابد اليوم أن تفكر مليا في كيفية الإنقاذ. القانون الانتخابي والنظام السياسي أنا اعتقادي أنه عكس ما يعتقد الكثير بين صمود في وجه الأزمات اللي مرت بها البلاد. هذا ما يعنيش أنه بعد تركيز المحكمة الدستورية يمكن معناها إزالة بعض البلوكاج اللي يحتويه الدستور. القانون الانتخابي ربما وارد أنه يتطور معناها نحو نوع من الدفع لتجمع الأحزاب ربما بالذيك العتبة وغيرها من التقنيات دون التغيير الجذري في المنظومة الانتخابية. معناها كلها مسألة تسويات ومفاهم وحوار، وهنا باش نجي ما ندخلش في مسألة الحوار برشا لأنه عصام وسي علي كيف أكدوا عليها. لا تقدم ولا إنقاذ للانتقال الديمقراطي دون حوارات، دون معناها حوار مستمر سواء ثنائي ثلاثي وطني جهوي. الانتقال الديمقراطي راهو مسمي على الحوار، مسمي على التفاهمات. هذايا تقريبا النقاط اللي حبيت نأكد عليهم. أعتقد هذايا لبعض الملاحظات اللي حبيت نقولهم في إطار خلفيات الأزمة السياسية اللي تعيشها البلاد اليوم. وشكرا جزيلا السيد الكتاب الحاج على هذه المداخلة القيمة. في الواقع بدأتم بطرح حول تساؤل هام لعله اليوم أصبح مطروحا، هو مسألة هل عشنا فعلا ثورة؟ هل نعيش مسار ديمقراطي؟ هل هناك النية السياسية لتجاوز هذه الأزمة التي نعيشها اليوم أمام ما نعيشه من انسداد لسبل التواصل والبحث لحلول الممكنة للخروج من هذه الأزمة؟ أتوجه إلى سيادتكم بعد هذه المداخلة لكي بطرح لسؤال، ثم أمر إلى السيد عصام الشيبي والسيد علي العريض. كل نرى أن لكل قراءة، لكل خلفية هي لها قراءة إيديولوجية أو تصور للسلطة معين. كيف يمكن هنا الالتقاء في ظل التعقيد والتشدي والانسداد الذي قرأته اليوم في مداخلتكم حول برنامج موحد للخروج من البلاد من هذا المنزلق الأخير؟ أي سيناريو يمكن أن يحدث في البلاد اليوم؟ هو أعتقد اليوم أنا من الحاجة الصمام الأمان اللي نعيشوه اليوم هي الحكومة. يجب التمسك بالحكومة، خصوصا وأنه اليوم ثم مشاورات مع صندوق النقد الدولي. لابد من برغم نواقصها الحكومة اليوم لابد أن يكون حزامها أوسع من الحزام السياسي اللي البرلماني. الخطر اليوم أن يقع التضحية بالحكومة، وقتها يصبح الخطر حقيقة محدق بالمؤسسات وبالانتقال الديمقراطي. الحل الثاني هو لابد من شجاعة. اليوم
مسألة الحوار، مسألة مواجهة التوجهات الشعبوية، يلزم خصوصا من طرف الديمقراطيين، من طرف المجتمع المدني، لابد من مواجهة الشعبوية، وخصوصا معناها اللي تحط معناها اون كيستيون المؤسسات والمكاسب الدستورية، وكذلك الروح الانتقامية ولا العودة إلى الماضي الاستبدادي. والشجاعة هذه يلزم نقولوها، ما نخافوش من أطراف باش تنعتنا بكذا أو بكذا. اليوم البلاد في حاجة لتسويات، في حاجة للناس الكل تقعد مع بعضها، في حاجة باش نقولوا لا، راهو أنه لا سبيل باش نرجعوا للما قبل 2011، راهو الوضعية قبل 2011 ما كانتش خير من هكا، بالعكس اليوم ننعم بالحرية وننعم والحلول الاقتصادية توجي والانتقال الديمقراطي يمر الكل تمر بالمصاعب هذه. اليوم مسألة فولونتي، مسألة إرادة وشجاعة باش تقعد الناس الكل فرد طاولة، ورئيس الجمهورية هو مدعو للحوار، مدعو للإشراف على لكن ما هوش طرف أنه إذا كانوا مش موجود في الحوار ما يقعش الحوار. أنا نظرا وهنا علاش نقول أنا النظام السياسي صمد وطبيعة النظام السياسي يمثل صمام أمان، أنه رئيس الحكومة هو الأساس متاع المنظومة. إذا كان يحب يعمل حوار هو اللي يعمل حوار وهو يشرف عليه وهو ينفذه. رئيس الجمهورية نجم يشرف على حوار ومش موافق عليه رئيس الحكومة ما ينجحش. الحوار الحقيقي هو اللي يشرف عليه رئيس الحكومة وينفذه رئيس الحكومة. وبالتالي الحل ممكن اليوم بين الأحزاب الموجودة، بين الأحزاب البرلمانية وغير البرلمانية ورئاسة الحكومة. شكرا على هذا الجواب. أوقيت سيد الدا، إذن هنا نقرأ أنه هناك إمكانية لإجراء هذا الحوار الوطني، وإن كانت وإن تعثرت كل هذه المحاولات فلماذا يحدث هذا كل هذا التعطيل؟ نتمنى أن نتجاوز فعلا هذه الأزمة. السيد، أتوجه إلى السيد عقيل العريض بسؤال لختام يعني مداخلتكم. كيف سيتحقق الاستقرار السياسي في ظل التجاذبات بين الأحزاب كما ذكرتم والتي أدت إلى الانسداد؟ لأن الملاحظ ليس بمنأى عنها في صعوبة الارتقاء على أرضية مشتركة. أي قراءة يمكن أن تقرأ لوجه تونس في يعني اليوم؟ شكرا. واضح سواء من خلال المحاضرين الآن وإلا من خلال ما نشاهده أن هناك نقص في النضج السياسي في مستوى المنظومة الحزبية، وأن الحرية والديمقراطية كشفت عن نسبة الديمقراطية في كل تيار، وهذه الأحزاب بصفة عامة ما زالت تتدرج وتتعلم. وفي تقدير الاستثمار في الحرية والديمقراطية هو الذي سينشئ المواطن الديمقراطي، وأيضا سينشئ الأحزاب الديمقراطية. معناها على يعني لا يمكن، لا أتوقع أن نمر من الاستبداد مباشرة إلى أحزاب ديمقراطية ولها مسؤولية وبرامج وشعبية و التزام بالديمقراطية. هذا سيحتاج إلى شيء من الوقت. أقول هذا ليس فقط على الأحزاب السياسية بل أيضا على المنظمات الاجتماعية وكذلك على الفرد في حد ذاته. الملاحظة الثانية، على الأقل مع الأستاذ رضا التقيت معه في فكرة هو سماها شعبويتان وأنا سميتها أجندتان. ثم زوز أجندات أو زوز شعبويات اللي يمثلوا خطورة، لأن فيهم استخفاف بالمنجز، فيهم استخفاف بالثورة وبمكاسبها، بل ثم حتى اللي ربما نفسيا يريد أن ينتقم من الثورة إلى آخره. هذوما معناه نحتاج إلى تصدي أولا وإلى مراهنة على الوقت ثانيا. نحتاج إلى تصدي لهذا المنزع الشعبوي الذي يستخف بالدستور،
يستخف بالحرية، يستخف بالأحزاب، يستخف بالقوانين، والذي جعلنا في هذه المرحلة وبعد 10 سنوات من الحرية والديمقراطية ما زلنا نخشى على الديمقراطية وعلى المسار الديمقراطي، وما زلنا رغم غلبة إيماننا بأنه لا رجوع عنه ولن يستطيع أحد أن يرجع بنا إلى الوراء، ولكن هناك محاولات خاصة عندما يكون فيها استقواء بالأجنبي. بالتالي علينا دعم هذه الاتصالات التي عادة ما تكون مناسبتية، ولكن نحتاج إلى دعم هذه الاتصالات بين الأحزاب السياسية والمنظمات، أحزاب سواء كانت في البرلمان أو في غيره، وتحتاج إلى هذه الأحزاب إلى أن تصدع برأيها في أنه هناك ثوابت ديمقراطية ومؤسسات دولة ودستور وقوانين يجب أن نتأطر داخلها، وفي داخلها يمكن إيجاد كل أنواع التسويات، وفي تقديري لا يمكن أن نتقدم كثيرا إذا لم نوجد مثل هذه التسويات في قضايا كثيرة سواء كانت اقتصادية اجتماعية أو متعلقة بملفات الماضي، على نحو أن نصل بالمجتمع التونسي بمكوناته إلى مصالحة عامة وفي الأدنى مع البعض إلى تعايش ليس فيه استهداف أو قل أنت عدم اعتراف، نعترف ببعضنا جميعا، البعض يتعاون مع البعض، وحتى إذا لم يتعاون فهو يتعايش مع دون استهداف. شكرا. شكرا على جوابكم لهذا التساؤل سيد علي العريف. هناك نقطة انتهيتم عندها وهي هامة جدا، هي المصالحة العامة مع البعض ليس في شكل استهداف، وهذا يعني أن التفكك والاختلاف ضرورة يجب أن ينتهي إلى الجلوس إلى طاولة الحوار. وأتوجه إلى السيد عصام الشابي، وبطبيعة الحال عندما نتحدث هنا سيد عصام الشابي عن العجز أو عدم القدرة على تحديد هذا المسار الذي تعرفه اليوم، يعني حظوظ النجاح للحوار الوطني الثاني الذي تحدثتم عنه، هل يعني هذا عجز الحل الداخلي والخروج نحو حلول خارجية؟ هل يعني هذا أننا فعلا لم نعد قادرين على السيطرة على الوضع اليوم في تونس أمام هذه الأزمة التي نعيشها؟ شكرا. لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذا الحد. يعني صحيح اليوم هناك الصراع والخلاف كاد أن يفلت من السيطرة، اليوم كاد أن يخرج عن السيطرة. الخلافات التي تعيشها تونس اليوم تفاقمت وتعددت بحيث أصبح من الصعب التحكم فيها، وقدرنا أن نلتقي ونبحث عن هذه الحلول. قلت أن قبيلة أن دور السياسي أن يجعل من المستحيل ممكنا، اليوم نحدد ما هي الضرورات المرحلة وأن نعمل جميعا على كل من هو مقتنع بإنقاذ مسار الانتقال الديمقراطي وبمعالجة الأزمات التي طرفها بلادنا من أجل منح استقرار والتوازن للحياة السياسية والحياة الاجتماعية، علينا أن نكب لتذليل كل هذه الصعوبات، لأنه أنت لمحت لقدر الله إن أخفقنا كتونسيين أحزابا ومنظمات ومؤسسات منتخبة ورفضنا أن نجلس حول مائدة الحوار، ماذا سيحدث؟ لا أريد أن أتحدث عن السيناريو يعني قاتم. أولها أن يعني اليوم حتى الوفد الحكومي اللي موجود اليوم في واشنطن للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والبحث على أول ما يطلبوه أن تكون هناك استقرار في الدولة في مؤسسات الدولة، وأن تكون الحكومة قادرة على تنفيذ التزاماتها، هذا يتوفر حد أدنى من التوافق الوطني. إذا كان غاب هذا فإن لا أعتقد أن المانحين سيتصدقون علينا ببضعة آلاف المليارات، يعني الناس ما تتعاملش هكا مع الدول. لقدر الله قد تصل الدولة التونسية إلى حالة عجز عن سداد ديونها الخارجية، ونوصل إلى الحالة إلى لبنانة الحالة التونسية، وقتها سنضطر إلى القبول ما كنا نرفض اليوم، وأن نجتمع كتونسيين لقدر الله برعاية أطراف الأجنبية.
وأن نفقد السيادة الوطنية والسياسية في معالجة قضايانا ومشاكلنا. ذلك علي يقول أن المسألة أكثر من حيوية، تم مستقبل البلاد، استقرارها، استقلالها اليوم العملية بأيدينا. علينا أن لا نفرط فيها ونخلي من إمكانية الالتقاء الفرقاء السياسيين والبحث عن تسويات اللي كان يحكي عليها قبيل السيرضا، ونؤيده تماما أن الانتقال الديمقراطي الناجح هو اللي يعرف يعقد التسويات في الوقت اللي تطلبها التسويات، مش بعد الوقت، لأنه بعد الوقت الثمن يكون بعض وربما تصبح تسويات على الورق. اليوم الإمكانية هذه قائمة أمامنا، مسؤوليتنا كأحزاب أن نعمل على إيجاد الآليات والقنوات التي تساعد على تذليل هذه العراقيل، وأن تقام هناك اتصالات وتبادل ربما لأفكار ولورقات عمل، واتصالات مرة أخرى كما قال سيريضا جماعية أو ثنائية أو ثلاثية متعددة بين الأطراف السياسية والاجتماعية لخلق رأي عام أو لمد قنوات الاتصال والتواصل بين هذه الأحزاب، ولكن أيضا كل ما هو مؤمن بالحوار لابد أن يخلق رأي عام مؤيد وضاغط لحل الأزمة هذه في إطار الحوار وليس في إطار المغالبة. احنا اليوم نعيش وضع لا أحد مهما كان قادر على أن يفرض رأيه أو وجهة نظره على البقية. اليوم عندنا توازن ما عتيش لأي كان، لا مؤسسة لا حزب ولا منظمة ولا أي جهة اليوم في البلاد تكون قادرة على فرض تصورها أو حلها. وبالتالي لماذا اليوم نضيع في الوقت على أنفسنا وعلى بلادنا وعلى شعبنا؟ الفاتورة غالية وباهظة، عنصر الوقت يخدم ضدنا لأننا أضعنا كثير من الوقت. انظر أنت منذ أطلق الاتحاد على الأقل، منذ أطلق الاتحاد المبادرة متاعه إلى اليوم 4 أشهر وإحنا مازلنا نتحدث على احتمال وإمكانية وضرورة عقد المؤتمر الحوار الوطني، بينما كان مفروض رأنا اليوم ننفذه في البرنامج اللي اتفق عليه الحوار وبرنامج الإنقاذ، ورأي بلادنا بدأت تخرج من النفق المظلم. الوقت يخدم ضدنا، مسؤوليتنا اليوم أن نعمل على إنجاح الانتقال الديمقراطي وألا نهدر الفرصة التاريخية التي جاءت لبلادنا، وأن نجعل من تونس الاستثناء العربي الذي يقتدى به، الاستثناء الذي يقتدى به، وأن نبني ديمقراطية بثقافة وعقلية ديمقراطية ليس بثقافة مراكز القوى واللوبيات التي تحاول أن ترتهن التجربة التونسية وتقضي عليها. شكرا، شكرا سي عصام على هذا الجواب، استوفيت الإجابة. ونأمل فعلا ونحن نعيش في دولة طبيعتها مدنية، يعني حتى قبل أن تعيش الثورة فنحن مجتمع مدني، والحل السلمي دائما هو الحل الأفضل بالنسبة لنا جميعا. وهذا الوطن تعود على الاختلاف والتعدد، وعشنا على أرض واحدة رغم أن هذه الأرض اليوم نراها متحركة، وأن قاسم المشترك لم يعد ممكنا إلى حد ما أمام هذه التجاذبات السياسية، لكن هذا لا ينفي ضرورة أن في البلاد عقلاء وحكماء يمكن أن ينقذوا ما يمكن إنقاذه اليوم بإرادة سياسية فاعلة، وهذا ما نأمله اليوم. شكرا لكم على هذه المداخلات القيمة سيد رئيس الحكومة الأسبق، سي علي العريب، سيد وزير الأسبق سي رضا بالحاج، سيد عصام أشابي رئيس الحزب الجمهوري، مرحبا بكم مرة أخرى، وعلى أمل الالتقاء مرة أخرى أيضا في محاضرة أخرى. شكرا لكم جميعا. شكرا، بارك الله فيكم.